إخوان السلام عليكم وتبارك الله عليكم. هذا المختار البركاني يتكلم معكم شوية. احنا المغاربة الأحرار، احنا خط أحمر مع سيدنا ونصره الله، ربي يحفظه ويطول عمره، نسلموا له على اليدين ولا على الرجلين ولا ما حب ليه، احنا كنحبوه هو كيحبنا، هو الملك اللي كيحب الشعب ديالو، نحبوه ونتمنوا له طول العمر ان شاء الله والصحه. احنا انا بنفسي ما رانيش قاصد الشعب الجزائري، الشعب الجزائري احنا خوت في الاسلام وخوت في النسوبيه، خوت في لافامي. انا بنفسي كمغني كيعيطوا لي الجزائريين بزاف، كيحبوني وكيسولوني على الجديد. انا ضد هذيك القناه التافهه اللي ما عندهمش ضمير. هذوك ما قراوش في السبوره، هذوك قراو مور الحيط ما يفهموا والو. اراه جلاله الملك نصره الله، سمعتوا السي، اراه جلاله الملك نصره الله، المغاربه كل شيء راهم موراه. حنا نحبوا سيدنا والله ينصر سيدنا، وكنحبوه واحترام وكنفتخروا بسيدنا جلاله الملك. شوف الوقفه كي دايره واللبس كي داير والقده هي هذيك، والعالم كيحبوا. تجي انت يا اذاعه فيها 4000 فرنك نتاع الميكرويات، دير ذاك الشيء حشومه عليكم. عاش الملك، الله، الوطن، الملك، من عند المختار البركاني. اي رول ما عنده باجاج. السمع اذاعه الشروق، السمع واعطيني وذنيك. هذا المختار البركاني، ملكنا خط احمر، ملكنا خط احمر، واللي ما يحبوش نتمنى له يتهرس من الظهر. ملكنا خط احمر. الشعب الجزائري احنا خوت وخاوه ومحبه نسوبيه ولا فامي وكل شيء، ولكن اذاعه الشروق راكي تخرخري وراكي غاديه في كروس الليل كما نقولوا احنا. الله، الوطن، الملك. السلام عليكم. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.